السلام عليكم، يعطيكم العافية. طبعا رسالتنا اليوم للسائقين، لكل سائق بسوق سيارة من أقصى الشمال لأقصى الجنوب على مستوى قطاع غزة. طبعا احنا حبينا نوصل رسالة للأشخاص هاي. طبعا في أشخاص كتير بتدهس كلاب على الطريق، بتدهس قطط وما بتهتم فيها، بتدهسها بتضلها ماشية. لأنه احنا راح ننزل بوست خلال الساعات القادمة بعد الفيديو هذا مباشرة لحالة كلبا دهست على طريق البرياج على صلاح الدين، والكلبة هاي دهس كانت في ظل الأجواء المعطرة في المطر، دهسها سواق وظل ماشي يعني ما اهتم لحالتها، سابها وظل رايح. طبعا خرصت تقريبا ما يقارب 20 أو 30 غرزة رجلها الخلفية من أثر الحادث. هاي أول نقطة. ثاني نقطة، الكلبة نزفت كتير والحمد لله في شخص متواجد هناك في مكان صديق لنا وتواصل معنا، وجهنا على المكان على الفور لأنه كان في حالة طارئة محتاجة للتدخل السريع. طبعا لما وصلنا على المكان كان الوضع كثير صعب، والكلبة كمان كانت نازفة على الطريق ما يقارب 10 متر على الشارع. في وصلنا كمان العيادة الحمد لله، طبيب البيطري شخص الحالة مع السريع تعامل معها، وهي موجودة حاليا عندنا في الملجأ إن شاء الله راح ننشر لكم عنها. فرجاء رجاء لكل شخص يشوف الفيديو يعمل لنا مشاركة على الفيديو حتى إن شاء الله يكبر يطلع أكثر عدد من المشاهدين، حتى نقدر نساعد الأرواح هاي اللي تنزل في الشارع على مدار اليوم، وإحنا مستعدين لأي حالة.